أخبار اليوم. أيها الحفل الكريم، إن قواتنا المسلحة الأبية الباسلة تستعرض أمام سموكم الكريم هذا اليوم، وهم يحملون أجمل المشاعر الصادقة ويعبرون عن عشقهم الذي لامس شغاف القلوب لوطن المحبة والإخاء. ها هم يا صاحب السمو قد حملوا أرواحهم على أكفهم، وتباشير الفرح والسرور تغمرهم، وهم يقدمونها فداء وتضحية لوطن الأمن والسلام. ولسان حالهم يقول: أيها الوطن الأشم، هذه دماؤنا الزكية،